الله يرحم شهداء الواجب من الأردن وغير الأردنيين، وأيضا أنا كلفت رئيس الديوان يكون على اتصال مع أهالي إذا في أي شيء حتى بس نخفف عليهم، هذا واجبنا. وبنفس الوقت كل الشكر والتقدير للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وبالذات الدفاع المدني. أنا بعرف الإجراءات كانت سريعة على الأرض، لكن للأسف الحادث صار. وزي ما حكيت دولة الرئيس، كيف نحن بنقدر نعمل تحقيق بشفافية حتى بنشوف وين الأخطاء؟ هون أظني بدنا نركز على التحقيق، مين من المسؤولين اللي من الكسل أو إهمال إنه ما طوروا الـSOPs ودققوا الأوامر الثابتة حتى فعلا بالمستقبل ما يصير إشي زي هيك. العقبة منطقة مهمة جدا لنا جميعا، خاصة بالسياحة. أنا بستنى منكم نتائج التحقيق، وأي شيء مطلوب منا كمؤسسات الكل اللي قاعدين على الطاولة أكيد راح نقوم بالواجب.